فكرة المجاهدة وإن إحنا ندافع عن الوطن. نعم. يعني ممكن يكون متعارف ان هو الدين يأمرنا ان احنا ندافع عن الحق قصاد الباطل، ننصر الحق ايا كان بصفه عامه. نعم. لكن فكره ان فرضيه الدفاع والجهاد علشان وطنك، نعم، هل دي ليها مكانه ثانيه او تشريع اخر غير فكره ان احنا بندافع عن الحقوق بصفه عامه؟ هي فكره الدفاع عن الحقوق بصفه عامه ده فكره عامه، ان انا المفروض ادافع عن كل شيء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون وطنه فهو شهيد. فالدفاع العام او الجهاد العام ده امر معروف، الجهاد عن او الدفاع عن الوطن هو ايضا بقى يعني جهاد في الجهاد بقى، يعني هو ايه خصوص الخصوص، يعني ليه مكانه عامه مع الجهاد العام وله مكانه خاصه. ليه احنا بندافع عن الاوطان بس؟ دي نقطه مهمه. ازاي اؤدي شعائر ديني وانا مش في وطن اصلا؟ يعني انا مامور بالصلاه مثلا، هصلي فين لو انا ما عنديش وطن؟ هصلي فين؟ يعني ممكن يترد ارض الله واسعه. لا ما هو فين يعني ارض الله واسعه؟ خلاص يبقى كل واحد بقى يسيب مكانه ارض الله واسعه. هي دي بنرجع لاول الحلقه، الانتماء وضرورته ونبو الفطره. لا لا لا، لانه هو ده كلام غير 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 دقيق ان انا اقول اي حاجه. طب ما انا امشي صح، انا بالزبط. لا استطيع ان اؤدي شعائر الله دون ان يكون لي وطن. انا النهارده واحد اروح الحج مثلا، هروح الحج ازاي اذا ما كنتش جاي من وطن اصلا؟ ازاي هاقبل في الاراضي المقدسه؟ دي من نعم ربنا اللي هو فطرنا عليها من غير ما نبذل مجهود. طبعا هيبقى ليك ارضك، ليك مكانك، ولازم وطنك. نؤمن انه طبيعه الاجتماع البشري بتختلف من زمن لزمن ومن عصر لعصر. فاذا كان في ايام النبوه ما فيش فكره الحدود وكذا الى اخره، لكن الدنيا اختلف الوضع سواء بقى بايدينا او بايدين الاستعمار او قصص مما شابه، لكن احنا في وضع النهارده مختلف. هل نتعامل معاه ولا نعتبر انه مش موجود اصلا؟ ما ينفعش ان انا اعتبره مش موجود. لكن هو في تشريع ربنا ان دفع عن الوطن ده فرض. طبعا ده سيدنا موسى عليه السلام كان بيحث الناس عشان يدافعوا عن ايه؟ عن مكانهم وعن وطنهم. ويا فندم ده احنا مما درسناه في الازهر ان الجهاد فرض عين على كل مسلم اذا دخل العدو لوطني. بالظبط. يعني ده يصبح فرض عين على كل مسلم سواء رجل او امراه. يعني احنا لو قاعدين في وطن والعدو ده همنا في هذه الحالة فإن الجهاد فرض عين مش على القادر. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال رباط هم وأزواجهم. بالظبط، هنا فرض عين على كل مسلم رجل وامرأة كبير وصغير، الكل يدافع، لأنه هو الدفاع عن الوطن زي ما قلنا في الأول هو دفاع عن الدين، والدفاع عن الدين هو دفاع عن الوطن في حد ذاته. هي المسألة لابد أن تصاغ بتكاملية وليست بتعارضية. ده حقيقي، ولما تبقى مرجعيتنا ان انا بدافع كل عشان ده امر من ربنا بيهون نقص كتير ومنع كتير، الانسان مش بيبقى عارف ياخده او يبرر لنفسه انا بعمل ده ليه. طبعا طبعا، لانه ده 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 امر معروف ومعلوم. حضرتك قلت لنا هتقول لنا في قصه سيدنا يوسف مفاجاه. تمام. في اخر حلقتنا. صحيح. انا عاوز اقول للمشاهد يعني هاخد منه 3 4 5 دقايق كده يركز معايا في حاجه جميله جدا. من الأزمات التي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته في مكة أنه هو وأصحابه تم حصارهم في مكان اسمه شعب أبي طالب. ومعنى الشعب يعني الحي أو المكان بتاع أبو طالب عم الرسول، أنه قادة الشرك في الوقت ده شافوا عشان يقضوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يتفقوا مع بعض ويكتبوا مع بعضهم اتفاق لا نأكلهم ولا نشربهم ولا نتجوز منهم ولا نجوزهم ولا أي حاجة. فتم حصار الرسول في هذا المكان صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب 3 سنين. تمام. الرسول هو في المكان ده هو في أزمة، والإنسان وهو في أزمة أكتر شيء يحتاجه الأمل. لما يكون الإنسان في أزمة أكتر شيء يحتاجه الأمل. أيوة. اللي بيديه الأمل أكتر من اللي بيديه مساعدة حالية، لأن اللي بيديه مساعدة حالية وماذا بعد، لكن الإنسان اللي يديني أمل لبكرة هو ده أكتر شيء أنا بحبه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر في شعب أبي طالب، انظر نزل عليه آيات قرآنية كتير، لكن الصورة الوحيدة التي نزلت بكاملها على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر في شعب أبي طالب هي صورة سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف، إيه اللي في قصة سيدنا يوسف بقى للنبي وهو محاصر؟ النبي وهو محاصر حاسس بضيق، حاسس بأنه الناس عاوزين يقضوا عليه، فربنا بيقول له بقى من خلال قصة سيدنا يوسف، إذا كنت أنت في هذا الضيق فإني أخوك يوسف تعرض لمثل ما تعرضت له. لكن في النهاية يوسف حصل له إيه بقى؟ في النهاية قال اجعلني على خزائن الأرض. وأنا يعني أكاد يعني أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الحصار جاءته البشرى من مصر،
يعني الرسول جات له البشرى منين؟ من أرض مصر. وهو محاصر في مكة جاءته البشرى من أرض مصر. ليه؟ لأنه الخير حصل فين؟ لسيدنا يوسف في مصر، في أرض مصر. فكأنه ربنا بيقول له إذا كنت محاصر فالخير جاي منين؟ جاي لك الأمل، جاي لك من مصر، الأمل جاي لك من على أرض مصر، لأن يوسف ده اللي مر بمثل ما مريت بيه أو ربما يكون أصعب بعض الشيء، ربنا جعله إيه بقى؟ على خزائن الأرض. مش كده بس كمان، ده ربنا بيقول له في سورة يوسف كمان، إذا كان أنت، إذا كان يوسف عليه السلام ربنا مكنه ممن أرادوا به السوء وعفى عنهم وقال لا تسريب عليكم اليوم، فاعلم يا محمد أن هؤلاء الذين يحاصرونك ستتمكن منهم في يوم من الأيام وسوف تقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولذلك سيدنا رسول الله بذكائه صلى الله عليه وسلم وبنبوته الخارقة لما جولوا أهل مكة وقفوا قدامه كده ويقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم، الرسول قال لهم إيه؟ قال لهم سأقول لكم ما قال يعقوب لا تسريب عليكم اليوم. استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا البشارة جاءته من أرض مصر ومن أهل مصر صلى الله عليه وسلم.